نروح لفرقة الكورة بالنادي الأهلي اللي رجعوا اتمرنوا بيواصلوا تدريباتهم على ملعب التتش. اتمرنوا امبارح وادي اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو التدريبات رجعت تاني على ملعب التتش بالجزيرة، ومركزين عشان عندنا تحديات جديدة الفترة اللي جاية. امبارح زي ما انتم شايفين كده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق عمل محاضرة بالفيديو قبل التمرين مع اللعيبة، وكان في تركيز كبير جدا من كل اللعيبة طبعا باستثناء الدوليين اللي مع منتخباتهم. مخطط الاحمال كمان عمل شغله البدني قبل بدايه المران، وكان طبعا مركز على ان اللعيبه راجعه من فتره راحه سلبيه. كمان مستر مارسيل كولر عمل مع اللاعبين مران متنوع، شهد تركيز كبير جدا، وكان في تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه للناس اللي هيبقى ليها ادوار في المرحله اللي جايه ان شاء الله. وفي مراعاه ان طبعا الفرقه راجعه من راحه سلبيه كبيره زي ما حضراتكم شايفين كده، في محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي متواجد في التمرين، ومحمد وطاهر محمد طاهر، وكل المجموعه مركزه. كمان كابتن علي معلول لاعب الفريق الاول بدا تنفيذ برنامجه التاهيلي في الجيم، واحنا عارفين اصابه اكيلس بتحتاج مجهود كبير، ادى جلسه تاهيل وعلاج طبيعي في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق. طبعا كل ده كان في تمرين امبارح. اليوم على ملعب التتش بالجزيره دكتور احمد جاب الله قال ان علي معلول بدا اليوم في تنفيذ مرحله جديده من العلاج الطبيعي والتاهيل في الجيم، واشار طبيب الفريق الى ان علي معلول يؤدي بشكل منتظم برنامج التاهيل المحدد من بعد جراحه اللي خضع عليها مؤخرا. طبعا علي معلول شخص شديد الانضباط زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه، هو موجود في الملعب حتى بعد ما خلص الجلسه بتاعته وبعد ما خلص التاهيل بتاعه قاعد في الملعب. راجل منتمي للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، لا سافر يعمل حاجه في بلده ولا سافر يعمل التاهيل ده بره، مقرر من الاول خالص ان هو موجود مع النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالشكل اللي معمول له ده في رجله عشان خاطر يحافظ على عدم الحركه. رباط اكيلس دي اصابه خطيره وبتحتاج تركيز في التاهيل بتاعها اكتر من العمليه نفسها يعني.